البطوله الافريقيه اللي فيه برضه في اخبار ان احتمال وارد جدا ويمكن يوم الخميس اللي جاي ممكن يكون في قرار بتاجيل نصف النهائي على مستوى الشامبيونز ليج. يعني في اخبار كده بتقول ان على الجانب المغربي لسه ما قدمش بحاجه رسميه، لكن من الواضح ان النيه راحه لتاجيل نصف نهائي البطوله الافريقيه. شايف ده في مصلحه، لو تم التاجيل في مصلحه النادي الاهلي، ولا انت بتقول لا المباراه تبقى في ميعادها اعتقد 25 سبتمبر ده موعد المباراه انها تكون في صالح النادي الاهلي انها تقام في موعدها؟ انا يعني في يعني احنا الحمد لله مصر والمغرب في علاقات كبيره بتجمع البلدين ببعض اكيد، سواء في كل المجالات وخاصه كمان في مجال الرياضه. فالنهارده لو في ظروف عند المغرب اكيد يعني النادي الاهلي يعني عشان الظروف الصحية أكيد. ورد النادي الأهلي وقال أنه لا ليس لديه أي مانع يعني، وده يعني دي حاجة، اللعب حاجة والوقوف بجانب الأشقاء في أزمته. طب النهاردة عندك كام؟ النهاردة رجعت الحالات يعني عدت 1000 حالات الكورونا في المغرب، عدت تقريبا 1500 النهاردة. اهم حاجه يعني الحاله الصحيه للشعب والمواطن ده بشكل عام يعني هي ده الاهم. هو النادي الاهلي قال فعلا كده يعني ده الاهم، لكن انا بكلمك فنيا، احنا بنتكلم على الجزء الفني. في مصلحه النادي الاهلي على الجزء الفني ان هو يتم التاجيل يعني يخش يوم 25 ولا يتم التاجيل شويه؟ هي هتكون انا لو من رايي انا يعني افضل التاجيل. تأجيل النهارده التاجيل مش هيبقى للنادي الاهلي بس، ده هيكون لكل الفرق. النهارده لو بتتكلم عن المغرب لو عندها حالات في الكورونا ربنا يشفيهم ويرجعوا تاني يتدربوا ويرجعوا تاني يخشوا في فورمة المباريات. ونفس الكلام للأهلي برضو، عنده أكيد لعيبة برضو مصابة، لعيبة بعيدة شوية ممكن يبقى عندها وقت تجز. فالنهاردة الاستفادة مش للأهلي بس، الاستفادة لكل الفرق. بس خلينا نرجع نقول إن الحالة الصحية هي الأهم بالنسبة لدولة المغرب والمواطنين في المغرب، وأيضا يعني للناس اللي هتسافر من مصر. وخلي بالك ده هيرجعنا لحاجه ثانيه يا كابتن، النادي الاهلي لما في عوده النشاط مره اخرى بعد الكورونا فالناس بتربط، طب اشمعنى انتوا وافقتوا على المغرب ان يتاجل والكره في مصر ما تتاجلش؟ ارجع لخطاب النادي الاهلي اللي بعته وقتها لاتحاد الكوره، قال النادي الاهلي بيفضل عوده النشاط مره اخرى واستئناف الحياه مره اخرى، ولكن لو كانت الدوله المصريه وزاره الصحه ليها رؤيه اخرى النادي الاهلي موافق عليها برضه. أيوة. نظرا لصحه المواطن. ما ده قرار دوله، خلي بالك طبعا كان قرار دوله يعني اكيد الدوله خدت قرار في الصالح العام، ودايما الاهلي مع قرار دوله. طبعًا. انت عارف لو مثلا حد قال لك جزء من الدوله يعني القرار جاي من الاتحاد والاتحاد لا احنا بنستنى قرار دوله، والنادي الاهلي انا مع قرار الدوله.